Yeah. أول إنمي اللي راني كتبه في العنيس أول واحد حب نقيس أول واحد في العفيز أو معروف في الإجليز وعند ليزيفانجيليس لاسورس تاع الفيروس الخبيث اللي اسمه بليس الناس تخيلوا ديما واعر بالقرون الملعون فهد الكون منذ آلاف القرون اليهود يقولوا راه مخدوم بالشربان والمسيح يسميوه لوسيفر ولا الساطان لسونسير في الإسلام الرسول وصك وقال لك هو دارك عدو مال انت ديرو عدوك عندك لا يضرك رو حيلي لك كان يحكمك يجري في دمك بين العروق اللي في لحمك السلاح تيعوى هما الزهو الديزيسبوار الحب تاع النفس تاع السكس تاع السوار دا يستعمل صوارعه مع الغني والفقير مع التقي والقبيح الفاسق ولا الفقيه البلايص اللي حبهم هما وين الشهوات القهاوي والسهريات لي بار لي ستاد المرشيات البيت تيعوى يحكم اي واحد فينا يكفروا بربي قبل ما يجيه وقت الدفينات هما انمي لازم تفهمني لازم تمنني باقي شي ما يهمني لكن تحسبهم رم ثلاثة كنت جاب عندي كليك نعطيهم رم ثلاثة هما انمي لازم تفهمني لازم تمنني باقي شي ما يهمني لكن تحسبهم رم ثلاثة كنت جاب عندي كليك نعطيهم رم ثلاثة رقم دينا ما عنده حتى وجهة ما عنده حتى كار حتى نفس حتى جهدة لي ولا الشهدة باللي هلك الناس اللي جاها مع لدي كان جاهدة ضد الشي اللي اسمه الجهلة ظهر بكرية عند عوام وعهودة فزت حضارات فزت أمم فزت شعوب العدو اللدود العلوم والأصورة دا يسمع صور قول يسفكسي في العصور الحصولة العبادة اللي معنيين ويعميهم في العقل وما يهموهش العينين يرشحهم يمشيوا كي الغنم والأبقار سياسة الأحمر ما يتعلموا ما يقراوا على ديكارهم يبقاوا غفلينا في التخلف يخلفهم مد الجوع والمجتمعي واللي يخوفه يكثر الشر والشرك راح يتنشر العبادة تعود تعبد غير في الحجر والشجر البلاد تفضح شر وتقولي معها الدولة لكن ما كانش وعي ما كان نهضة ما كان ثورة العبد تولي لورا وتعيش الحياة أدية في حالة ردية في ظلمة أبدية هذا هما انمي لازم تفهمني لازم تمنني باقي شي ما يهمني لكن تحسبهم رم ثلاثة كون جاب عندي كليك نعطيهم رم ثلاثة هما انمي لازم تفهمني لازم تمنني باقي شي ما يهمني لكن تحسبهم رم ثلاثة كون جاب عندي كليك نعطيهم رم ثلاثة ورقم ثلاثة هو أكبر إنمي الحروف اللي راهي فيه هي الضاد لميم الظلمة بيان سور ما نحملش حتى اسمه تلمو ربي يبغض وروح حرمه على نفسه أبشع صفة الحكام والملوك الطاغوت اللي يحبوا العبد يكون ديما مملوك يعلموك ديما باللي الصغير ياكلوا الكبير بالكتيلة بالكريم ولا بلا ديكتاتور سي لا ميم كرابول من وقت الفرعون من وقت لا جيستابو والنازية تاع لي زالمون سي لا ميم كرابول اللي كاينة أون ميم طون مع الخدام المسكين اللي يحقر فيه الباطون ما نفهم من بارول وتعلم مد الهدرة اي واحد فينا يكون يغلط ويدير الحقرة يظلم كأن يكون انسان ولا حيوان يفرق في النيران بين السلاسل والاخلاق هذا هما انمي لازم تفهمني لازم تمنني باقي شي ما يهمني لكن تحسبهم رم ثلاثة كون جاب عندي كليك نعطيهم رم ثلاثة هذا هما انمي لازم تفهمني لازم تمنني باقي شي ما يهمني لكن تحسبهم رم ثلاثة كنت جاب عندي كليك نعطيهم رم ثلاثة